صباح الخير طلبة سنة رابعة خارجية، أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وأتمنى لكم عام دراسي جديد يكون مليء بالتفوق والنجاح. ومعاكم الدكتورة فيولات صبحي، أنا هدرس لكم مادة دراسة الجدوى، والمادة دي طبعا بناخدها في سنة رابعة. هنبتدي الأول نشتغل مع بعض ونقول المقرر أو المحتوى العلمي اللي هنشتغل عليه طول السنة. أول محاضرة هتكون النهاردة، ودي المحاضرة هتكون أونلاين، هنتكلم فيها عن مفهوم دراسة الجدوى للمشروعات. بعد كده المحاضرة الثانية هتكون حضور، وهتكون عن دراسة الجدوى المبدئية. المحاضرة الثالثة هتكون برضو أونلاين، وهنتكلم فيها عن دراسة الجدوى التسويقية. المحاضرة الرابعة هتكون حضور، وهنكمل فيها الجزء الخاص بدراسة الجدوى التسويقية، وهنتكلم عن بعض الحالات التطبيقية لدراسة الجدوى التسويقية، وإزاي إن أنا أقدر أطلع الفجوة التسويقية اللي هتنقلنا على المحاضرة الخامسة اللي هي هتكون برضو أونلاين، وهتكون عن دراسة الجدوى الفنية. بعد كده هنتكلم في المحاضرة رقم 6 عن أمثلة تطبيقية على دراسة الجدوى الفنية. المحاضرة رقم 7 هتكون أونلاين، وهنتكلم فيها عن دراسة الجدوى التمويلية. المحاضرة رقم 8 هتكون حضور، وهناخد فيها أمثلة تطبيقية على دراسة الجدوى التمويلية. المحاضرة 9 هتكون حضور، هنتكلم عن فيها عن المعايير اللي أقدر من خلالها أعمل تقييم للمشروعات اقتصاديا. المحاضرة رقم 10 هتكون أونلاين، وهنتكلم فيها عن أمثلة تطبيقية على معايير تقييم المشروعات اقتصاديا. المحاضرة رقم 11 هتكون حضور، وهنتكلم فيها عن الربحية القومية. المحاضرة رقم 12 هتكون أونلاين، وهنتكلم فيها عن بعض الأمثلة التطبيقية للربحية القومية. المحاضرة رقم 13 هتكون حضور، وهنتكلم فيها عن دراسة الجدوى البيئية، ودي تقريبا هتكون آخر جزء في المقرر الدراسي اللي هندرسه السنة الترم ده. المحاضرة ال 14 هتكون أونلاين، وهتكون مراجعة للمقرر ككل. هنبتدي بالمحاضرة رقم 1 النهاردة، وهتكون عبارة عن مفهوم دراسة الجدوى. هنتناول فيها بعض النقط المهمة اللي بتهمنا، زي يعني ايه كلمة مشروع، ايه هي المشروعات المختلفة، ايه هو مفهوم الاستثمار، وطبعا ده بيكون سابق للخطوات الخاصة بازاي نعمل دراسة جدوى. طيب الاول او قبل ما ابتدي عايز اسألكم، هو ليه تفتكروا حطينا المحتوى ده، او المجلس الاعلى للجامعات حط المحتوى ده في سنة رابعة كلية؟ اول حاجة بنقول ان وانا في سنة اولى وتانية وتالتة باخد المبادئ اللي اقدر اطبق عليها المحتوى ده، بمعنى ان المادة دي بتدرس نقطة التعادل. نقطة التعادل المفروض خدناها في سنين قبل كده، بتدرس ازاي اعرف ان المشروع ده فيه ربحيه ولا لا، برضو خدناها قبل كده. المفاهيم الاقتصاديه خدناها برضو في سنه اولى في مبادئ الاقتصاد، في كمان مفاهيم خدناها في الاقتصاد الكلي في سنه ثالثه. اذا الماده دي ما كانش ينفع تبقى لا في اولى ولا في ثانيه ولا في ثالثه، لانها معتمده على مبادئ اساسيه تعتبر ادوات اقدر اشتغل فيها في الماده دي وانا بعمل دراسه جدوى. الماده دي كمان بقول ان احنا كان بقت مقرره في سنه رابعه، لان في سنه رابعه انا خلاص خريج قدامي ترم، وابقى خلاص خريج ونزلت لسوق العمل، وبالتالي المفروض ابقى عارف يعني ايه دراسه جدوى، يعني ازاي اعمل دراسه مبسطه، ازاي الفكره بتاعتي اقدر اشتغل عليها واتاكد هل هي ذات جدوى اقتصاديه ولا لا، ممكن تكون الفكره دي مش مناسبه، او ممكن يكون التمويل فيه مشكله، او تكون مش متناسبه مع العادات والتقاليد، او في مشاكل فنيه في الفكره. يبقى اذا الماده دي اتحطت في سنه رابعه للاسباب اللي فاتت، وهي طبعا ماده مهمه، لأن أنا من خلالها هقدر أقيم الفكرة الاستثمارية، وأقدر أعرف مدى جدوة الاستثمار في الفكرة دي. طيب هنبتدي من الأول نعرف يعني إيه مفهوم دراسة جدوى. في مفهومين أساسيين لدراسة الجدوى. أول مفهوم بقول عليه ده بيتميز بالشمول وبيبقى أكبر، وبقول عليه ده عبارة عن كل الدراسات اللي بتتعلق أو بترتبط بالفرصة الاستثمارية في كل مراحلها. بمعنى أنا ببتدي أدرس من قبل ما تبقى، من أول ما بقت فكرة لغاية القرار النهائي، لما أقول هل هي فعلا مجدية اقتصاديا وأقبلها ولا لا مش مجدية وأرفضها. يبقى كل المراحل دي بيتم دراستها. يبقى ده المفهوم الأول وبيتميز بالشمول.
المفهوم الثاني بيبقى ضيق شويه وبينحص وبيحصر دراسه الجدوى او التعريف الخاص بدراسه الجدوى في المرحله بس من بدايه المشروع كفكره والمرحله السابقه للتقييم. يبقى عندنا مفهومين اساسيين لدراسه الجدوى. طبعا احنا هنعتمد على المفهوم الاول لان هو ده الاشمل والاعم واللي يقدر يغطي كل جوانب الدراسه اللي هندرسها. دراسه الجدوى لو يعني اتكلمنا فيها بشكل بسيط هي الاول بتبتدي بفكره. الفكره دي لازم مبدئيا الاول ابتديها بدراسه الجدوى المبدئيه واقول فيها هل الفكره دي صالحه ان انا ابتدي اعمل عليها دراسات متقدمه او دراسات تفصيليه. لو لقيت ان الفكره دي جيده او صالحه بكمل وادخل في الدراسات الأكثر عمقا، وبالتالي أقدر أحدد هل هي فعلا الاستثمار ده أو الفرصة الاستثمارية دي جيدة أو لا. هو ده المفهوم اللي هنعتمد عليه، مفهوم دراسة الجدوى. المفهوم الأولاني اللي هو يتميز بالشمول، لكن المفهوم الثاني ده يعني مش هنعتمد عليه. كمان في تعريفات كتيرة لدراسة الجدوى. أول تعريف هنتكلم عنه بنقول إن دراسة الجدوى دي عبارة عن أداة، زي ما قلنا قبل كده إن أنا عشان استخدم الأداة دي لازم يكون عندي مريت بمراحل كتيرة وأقدر أشتغل على الأداة، فبقول إنها أداة علمية. أنا بستخدمها ليه؟ علشان أعمل ترشيد للقرارات الاستثمارية الجديدة. طب القرارات الاستثمارية الجديدة بس؟ لا، ده أنا ممكن كمان أقيم قرارات أنا خدتها قبل كده. يبقى ممكن أعمل قرار استثماري جديد أستخدم فيه دراسة الجدوى، ممكن أقيم قرارات سبق إن أنا اتخذتها، أو إن أنا أفاضل بين عدة بدائل. وطبعا ده بيكون على أسس فنية ومالية وعلى بعض المحتوى المعطيات اللي بتتصل بالموقع مثلا، أو بتتصل بتكاليف المشروع، أو بطاقات الإنتاج، أو بنمط التكنولوجيا المستخدمة وإيه الطريقة الفنية للإنتاج، أو باليد العاملة وإيه هختار إيه اليد العاملة المناسبة وإزاي هختارها وإيه المؤهلات المطلوب إنها تتوفر فيها وكل الشروط دي. يبقى إذا ده تعريف من تعريفات دراسة الجدوى. كمان بقول انه في تعريف تاني بيقول انها عبارة عن مجموعة من الاختبارات او التقديرات بيتم اعدادها بهدف ان انا اقول احكم على صلاحية المشروع الاستثماري او الفكرة الاستثمارية المقترحة دي، واقول القرار ده ايه، هل هو فعلا التكاليف بتاعته والفوائد المباشرة والغير مباشرة طول العمر الافتراضي بتاعته اكبر من العائد ولا لا. لان انا لو لقيت انه التكاليف بتاعتي اقل من العائد اعتقد انه انا مش المفروض ان انا اكمل في دراسة الجدوى، ويبقى في الحالة دي الفكرة الاستثمارية يتم رفضها. كمان ممكن نعرف دراسة الجدوى بقول انها عبارة عن سلسلة من الدراسات، وهنتكلم بعد شوية عشان كده بنقول في دراسة بيئية، في دراسة تسويقية، في دراسة بقول عليها المالية. كل دراسة من الدراسات دي بقول انها بتختص بجزء معين. يعني الدراسة التسويقية لازم بعد ما اخلصها اكون عرفت الفجوة التسويقية كام والسوق محتاج قد ايه من السلعة او الخدمة اللي هنتجها. الدراسة المالية بتهتم بالجوانب المالية وازاي هدبر احتياجات المشروع المالية وكده. الدراسة البيئية بتعتمد على هل المشروع بتاعي بيقول انه هو مؤذي للبيئة ولا لا مش مؤذي للبيئة، فاذا وبيقدر يحافظ على البيئة. فاذا بقول هي عبارة عن ايه، عن مجموعة او سلسلة من الدراسات هي مترابطة ومتكاملة. يعني كل دراسة باخدها بتنقلني على دراسة بعدها، ولازم طبعا اتأكد ان الدراسة اللي انا خلصتها مثلا لو انا خلصت الدراسة التسويقية لازم اتأكد من نتائجها انها تكون صح بنسبة كبيرة، لان لو اي دراسة من دول فيها اخطاء اذا الدراسة اللي بعدها هتكون مبنية على خطأ، وبالتالي النتيجة ممكن تكون مش مضمونة، ممكن يتم رفض فرصة استثمارية كانت جيدة وكانت صالحة جدا للاستخدام، او يتم قبول فرصة استثمارية هي ليست ذات جدوى اقتصادية بناء على ان احنا غلطنا في احدى الدراسات وبنينا قرارنا على خطأ في هذه الدراسة. يبقى إذن قلنا هي دراسات متكاملة متتالية، معنى كل دراسة بتوصلنا للدراسة اللي وراها أو بتجاوب على سؤال أبتدي بعده أبني عليه الدراسة اللي بعدها، وبالتالي أقدر أحقق هدف المشروع اللي منشأ من أجله. طيب أخيرا أقدر أعرف تعريف
كامل وشامل لدراسة الجدوى، وأقول إن دراسة الجدوى الاقتصادية هي عبارة عن سلسلة مترابطة ومتكاملة من الدراسات تمهيدية، لأن إحنا قلنا إن دراسة الجدوى بتبتدي بدراسة بقول عليها تمهيدية أو أولية أو مبدئية. الدراسة دي بتكون التمهيدية أو المبدئية أو الأولية دي بتكون دراسة مبسطة، يعني ما فيهاش عمق التحليل اللي بعد كده في الدراسة التفصيلية. لو الدراسة التمهيدية قالت أوكي إن الفرصة الاستثمارية دي جيدة بكمل الدراسة التفصيلية، لكن لو الدراسة التمهيدية دي قالت إن الفرصة دي غير جيدة يبقى إذن يتم رفض المشروع. يبقى قلنا عبارة عن إيه دراسة الجدوى الاقتصادية؟ هي سلسلة مترابطة من الدراسات، مترابطة ومتكاملة من الدراسات التمهيدية، بعد كده بندخل على الدراسة التفصيلية، وطبعا دي بتتم على فرصة استثمارية أو فرص استثمارية بداية من كونها فكرة لغاية لما أوصل لقرار أقبل الفرصة دي أو أرفضها كمستثمر. وطبعا دي بتكون بتغطي كذا جانب من الجوانب، بتغطي الجانب الإداري، بتغطي الجانب التسويقي والجانب الفني، ودي طبعا لازم فريق مختص اللي يقوم بيها، كل واحد في الفريق ده يقوم بدوره في الفرصة دي والتقييم. يعني بمعنى إدارة التسويق هي اللي هتتولى الجزء الخاص بالتسويق. طيب تعالوا نعرف مرة تاني دراسة الجدوى الاقتصادية. بقول إن هي الدراسة هي السلسلة المترابطة والمتكاملة من الدراسات التمهيدية والتفصيلية والتي تتم على الفرص الاستثمارية منذ أن تكون كفكرة إلى غاية إقرار قبول تلك الفكرة المتاحة أو رفضها. وهذه الدراسة تكون من مختلف الجوانب الإدارية والتسويقية والفنية. هذه الدراسات يقوم بها فريق عمل من المختصين كل واحد وفق اختصاصه. طيب بالنسبة للتعريف ده نقدر نستنتج منه بعض النقط المهمة، تقريبا هم 4 نقط. بنقول أول حاجة إن دراسة الجدوى ضرورية للمشروعات، كل المشروعات كل المشروعات، وهنتناقش بعد شوية لو أنا عندي مشروع مش هدفه الربح. يعني إذا كنت أنا بتكلم على بعض المشروعات أحيانا خصوصا المشروعات القومية بيكون هدفها تقديم خدمة للمجتمع، زي مثلا مستشفى حكومي أو مستوصف حكومي أو مثلا مدرسة في حي بسيط طبعا هدفها تعليم الأطفال في الحي ده أو في المكان ده. أقدر أقول إن المدرسة دي مش هدفها الربح، هي مش مدرسة استثمارية أو مدرسة خاصة. أقدر كمان أقول إن المستوصف أو المستشفى الحكومي ده مش هدفه برضو الربح. هل في الحالة دي في ضرورة إن أنا أعمل دراسة جدوى للمشروع؟ إذا كان إحنا بنقول إن دراسة الجدوى بتختص إنها بتقول لي العائد والتكلفة، التكلفة إذا كانت التكلفة أكبر من العائد فإذا بيتم رفض الفرصة الاستثمارية. طيب أنا بقول هنا إنه أنا لا طبعا دراسة الجدوى ومهمة سواء كان مشروع قومي، سواء كان مشروع هدفه الربح، سواء كان مشروع خدمي هدفه خدمة أفراد المجتمع ورفع مستواهم المعيشي وتقديم حياة أفضل ليهم. يبقى إذن ليه مهمة؟ لأنه أنا بقدر أعمل استثمار صح، أقدر أقول إن الفلوس دي تقدر تتحط في المجال ده، خصوصا إن الدول النامية الموارد المالية بتاعتها محدودة، وبالتالي مفيش مجال إن إحنا نعمل هدر. بالعكس إحنا بكل استثماراتنا لازم تكون بتغطي جزئية إنه يتم استخدامها بأفضل طريقة بحيث إن أنا أحقق الهدف المطلوب منها. يبقى إذن دراسة الجدوى ضرورية لكل المشروعات، قلنا حتى لو المشروع ده مفهوش ربح والمشروع خدمي لازم الدراسة دي مهمة. كمان بقول إنه الدراسة بتختلف من مشروع لآخر، بحيث إن المشروعات الكبيرة يعني لما أعمل سلسلة مطاعم أو متاجر للجملة غير لو عملت سوبر ماركت صغير، أكيد هنا الدراسة بتختلف حجمها ونوعها تكلفتها طبعا، وطبعا بتختلف من نشاط أو من مجال لمجال آخر، مجال الصناعات غير المجال الاستثمار الزراعي، أيا كان المجال فهي طبعا بتختلف. يبقى قلنا دراسة الجدوى ضرورية لكل المشاريع باختلاف أنواعها وأحجامها، ولكن حجم الدراسة وتكلفتها بتتوقف على حجم المشروع الاستثماري والأموال المستثمرة فيه. تاني نقطة بقدر استنتجها من التعريف ده بقول إنه لازم أعمل دراسة استكشافية اللي هي قلنا عليها تمهيدية أو أولية. طيب دراسة الاستكشافية أو التمهيدية دي إيه هدفها؟ هدفها أن نحكم على المشروع قبل ما أعمل أي دراسة تفصيلية، لأن طبعا الدراسات التفصيلية دي مكلفة جدا، فأنا إذا كانت الفكرة من الأول غير مناسبة يبقى إحنا كده بنحمي مواردنا المالية وبنحافظ عليها.
لكن لو احنا استمرينا بدون ما يكون في دراسة تمهيدية أو أولية أو استكشافية ومكملين في بقية الدراسات التسويقية والفنية والمالية، كل ده إهدار للموارد المالية اللي قلنا إنها طبعا نادرة نظرة نسبية. فبالتالي مهم جدا ان احنا نكون بنعمل دراسة استكشافية او تمهيدية علشان نحكم على المشروع. يبقى تاني نقطة من القانون ده، او من التعريف ده اقدر استنتجها ان وجوب القيام بدراسة استكشافية او تمهيدية علشان نحكم على المشروع ده قبل ما نعمل اي دراسة تفصيلية لارتفاع تكاليف الدراسة. تالت حاجة بقول عدم ثبات الفرص التسويقية. ليه؟ لان احنا في عالم متغير والبيئة المحيطة بالمشروع بتتغير باستمرار، البيانات بتتغير وبيتم تحديثها، وبالتالي عنصر الوقت مهم جدا. لازم ابقى مركز على عنصر الوقت وعارف الفرصه، الوقت اللي انا هعمل فيه الدراسه دي دراسه الجدوى وفي اطار زمني ليها، لان الفترات الطويله دي بيحصل فيها تغيرات، وبالتالي الدراسه اللي انا عملتها على الفرصه التسويقيه اتغيرت لطول الزمن. يبقى لازم نحط في بالنا قصة الزمن. يبقى تالت حاجة أقدر استنتجها من القانون عدم ثبات الفرص التسويقية لفترات زمنية طويلة أمام المشروع، ذلك ما زاد من أهمية الوقت بالنسبة لدراسة الجدوى، وده طبعا نتيجة للتغير المستمر اللي في البيئة المحيطة بالمشروع، واللي ده بيستلزم أننا نعمل تحديث بسرعة وطول الوقت للبيانات علشان البيئة بتاعتنا تكون طول الوقت بيئة حقيقية. رابع نقطة وآخر نقطة بقول إن ترابط الدراسات الجدوى، واللي يستلزم مني إن الأول أتأكد من نتائج المرحلة الأولى زي ما قلنا قبل ما أبدأ في المرحلة الثانية من الدراسة، لأن إحنا قلنا الدراسة التسويقية مثلا بتوصلني لقرار، هبتدي أبني بالدراسة الفنية القرار بتاعي بناء على الرقم اللي وصلت له من الدراسة التسويقية. طب لو أنا وصلت الرقم غلط في الدراسة التسويقية يبقى إذن الدراسة الفنية كلها هتبقى غلط، الدراسة المالية هتبقى كلها غلط. يبقى خطأ واحد في بداية الدراسة ممكن يكون الخطأ ده في الأول خالص، بداية الدراسة اللي هي بقول عليها الدراسة الأولية أو الاستكشافية أو المبدئية، إن أنا وافق على فرصة استثمارية وأقول إن الفرصة دي جيدة وتكون هي فعلا مش جيدة، فهبني كل المراحل وتحمل كل التكاليف المالية وتكاليف تضييع الوقت وهكون بريت قرار غلط. فإذا دراسة الجدوى هي دراسة بنقول إنها متكاملة ومتتالية، وبالتالي لازم أتأكد من كل مرحلة فعلا إنها البيانات بتاعتي مظبوطة علشان قبل ما ابتدي في المرحلة اللي بعدها أكون متأكدة إن أنا فعلا خلاص المرحلة دي صحيحة. يبقى آخر نقطة هنقولها مرة تاني بقول ترابط دراسات الجدوى والذي يستلزم منا التأكيد من نتائج المرحلة الأولى قبل البدء في المرحلة الثانية من الدراسة، لأن أي خطأ في أي مرحلة من المراحل بيؤدي الأخطاء في المراحل التالية أو المتتالية. طيب ده الجزء الخاص بالتعريف اتفقنا عليه. طيب إيه أهمية أن أنا أعمل دراسة جدوى؟ هنتكلم عن ثلاث أفراد يهمهم دراسة الجدوى. أول فرد بقول عليه المستثمر الفرد، وبعد كده بقول أنه المستثمر الفرد هو اللي بيعمل مشروع خاص بيه هو، بمعنى أن أنا بقول أنه هو صاحب المشروع وهو صاحب رأس المال. طيب تاني فرد أو تاني طرف يهمه دراسة الجدوى هيكون المشروع أو المنشأة أو المؤسسة اللي هتعمل المشروع. تالت فرد يهمه برضو دراسة جدوى اسمه الدولة أو المجتمع نفسه. طب تعالوا نتكلم بالتفصيل عن كل فرد أو كل شخص من الأشخاص دي ونقول هي مهمة ليه بالنسبة لهم دراسة الجدوى. دراسة الجدوى مهمة بالنسبة للمستثمر الفرد، لأن طبعا احنا عارفين أن دي فلوسه ودي الموارد المالية بتاعته، وبالتالي لازم يبقى حاسب عنصر المخاطرة ولازم في البيئة الاقتصادية اللي هو بيستثمر فيها، ولازم يبقى عارف كل الفرص الاستثمارية المتاحة علشان يبتدي يعمل تفضيل وترتيب لهذه الفرص الاستثمارية، لأن كل الأموال الضخمة دي طبعا خسارة أنها تضيع أو يتم استخدامها بشكل خاطئ ويحصل إهدار لهذه الموارد المالية، غير إهدار للطاقات والجهود البشرية اللي اشتركوا في المشروع ده. طيب يبقى
هي مهمة للفرد، مهمة جدا. طيب بتحقق له ايه دراسة الجدوى؟ اول حاجة بقول ان تبين دراسات الجدوى المبدئية او التمهيدية او الاستكشافية، زي ما قلنا ان الثلاث اسماء تعني دراسة واحدة، بنقول انها بتبين له مدى وجود فيه فعلا فرصة استثمارية ولا ما فيش، فيه افكار جديدة تستحق ان انا اعمل لها دراسة تفصيلية، ولا الافكار دي فيها مشكلة ومش هينفع ان احنا نستثمر فيها، وبالتالي نقف عند النقطة الاولانية ونقول لا مش هنبتدي النقطة التانية من الدراسة. يبقى اول حاجة بتحقق للفرد انها بتأكد له على وجود فرصة استثمارية او فكرة جديدة تستحق مزيد من الدراسة. تاني نقطة بتساعده فيها دراسة الجدوى ان على ضوء النتائج دراسة الجدوى اللي بيوصل لها المستثمر ده، ممكن يفاضل قلنا بين الفرص الاستثمارية المتاحة ليه ويعمل لها ترتيب، بحيث يكون لو الفرصة ألف بتحقق له عائد 10% والفرصة ب بتحقق له عائد 20% والفرصة ج بتحقق له عائد 30%، ابتدي اعمل مفاضلة بين الثلاث فرص وابتدي اختار كمستثمر، انا يناسبني الفرصة رقم واحد او الف، او يناسبني الفرصة رقم ب او الفرصة رقم ج. يبقى على ضوء دراسة الجدوى دي يقدر الفرد المستثمر انه يفاضل بين كذا فرصة استثمارية ويرتبهم بحيث يشوف اي فرصة افضل ليه. تالت حاجة تقدر تقدمها دراسة الجدوى للمستثمر الفرد، بقول انها بتعتبر مرشد ليه طول الوقت، لانه انا في كل مرحلة برجع لدراسة الجدوى، سواء انا بشتغل في المرحلة اللي بقول عليها دراسة الجدوى التسويقية او المالية او الفنية او اي مرحلة، او دراسة الجدوى البيئية اللي هي تعتبر من المراحل الاخيرة لدراسات الجدوى، انا كل مرحلة برجع وكأني برجع لجدول اراجع فيه انا عملت ايه وايه اللي توصلت له وانا ماشي ازاي. يبقى هي كأنها مرشد ليا طول الوقت. يبقى دراسة الجدوى دي تعتبر مرشد للمستثمر الفرد، وبتخليه يقدر طول الوقت من خلال الرجوع ليها وهو بينفذ المشروع انه يقدر يتأكد طول الوقت من المشروع بتاعه. يبقى ده الجزء الخاص بالمستثمر، وقلنا مدى أهمية دراسة الجدوى للمستثمر الفرد لما يعمل مشروع خاص به. طيب لو أنا مؤسسة أو لو أنا مشروع اقتصادي او هدف الربح، ايه اهميه ان انا يبقى عندي كمؤسسه دراسه جدوى؟ بقول ان دراسه الجدوى برضو بتهمني في نقط اساسيه. اول حاجه بقول ان دراسه الجدوى دي بتساعدني في عمليه اتخاذ القرارات الخاصه بالمشروع، يعني شراء الارض، المباني، توريد الالات والمعدات، الموظفين وامكانياتهم، وقانون العمل اللي أنا هيتطبق في الدولة اللي أنا موجودة فيها. كل ده بقول إنه هو بيكون موجود في دراسة الجدوى وبيساعدني، وأي دراسات خاصة أو عقود أو قرارات تنفيذية بتكون موجودة في دراسة الجدوى، وبالتالي هي مهمة بالنسبة للمشروع أو للمؤسسة، لأنه كأنها خطوات عملية بتقول لي أنا هشتغل إزاي. البلان اللي أنا بشتغل عليها طول الوقت بتكون من خلال دراسة الجدوى، فإذا هي مهمة جدا بالنسبة المشروع. بقول كمان ان دراسة الجدوى بتساعدني كمشروع ان انا اعرف هل تم تحقيق الاهداف اللي من اجلها تم اقامة هذا المشروع، لانه مفيش مشروع ما بيبقالوش هدف، مش الهدف ان انا اعمل مشروع قد ما هو المشروع نفسه بيحقق هدف في حد ذاته. فبالتالي بقدر من خلال دراسة الجدوى ابتدي افكر هل فعلا حقق الهدف. احنا قلنا مثلا لو انا قطاع خاص وبعمل مشروع استثماري، اذا يهمني تحقيق اقصى ربح ممكن. طيب هل فعلا واحنا بنشتغل في دراسة الجدوى دي او وصلنا لنتائج، هل فعلا احنا حققنا الهدف ووصلنا للمنافع المادية للمؤسسة؟ لو انا فعلا وصلت، يبقى اذا دراسة الجدوى دي بتقول لي ان المشروع او الفرصة الاستثمارية دي جيدة والمفروض ان احنا نستثمر فيها. يبقى بقول انه مهم جدا للمشروع ان يكون عنده دراسة الجدوى، لان دراسة الجدوى هتظهر له مدى قدرة المشروع على تحقيق الاهداف اللي عملناه من اجلها. كمان بقول انه دراسة الجدوى بتساعد المشروع انه يحدد ايه المناصب، ايه المصادر المناسبة اللي اعمل منها تمويل للاحتياجات المالية الخاصة بالمشروع ومدى توافرها، وايه هي
شروط الحصول على هذه الأموال إذا كانت قرض ولا تبقى مثلا عن طريق الاكتتاب في البورصة أو أيا كانت الطريقة. يبقى بقول إن دراسة الجدوى بتساعد المؤسسة إنها تقول إيه الاحتياجات المناسبة، المصادر المناسبة اللي هلجأ ليها علشان أمول احتياجاتي الخاصة كمشروع وبالأموال، وإلى مدى المشروع هذه الأموال هتقدر تحقق لي عائد من الاستثمار فيها. طيب ده بالنسبة للمستثمر اللي بقول عليه منشأة أو مؤسسة. طيب بالنسبة للدولة، إيه أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمجتمع أو الدولة؟ بنقول إن الدولة إحنا دلوقتي عندنا في المشكلة الاقتصادية بنقول إنه في موارد، الموارد دي بتعاني من الموارد بقول عليها بتعاني من ندرة نسبية. طيب إيه هي موارد الاقتصادية أو إيه هي عناصر الإنتاج؟ في أربع عناصر إنتاج أساسية، وهي الأرض أو الموارد الطبيعية، وبقول كمان العمل ورأس المال والتنظيم. الموارد دي بنقول إنها بتعاني من الندرة النسبية بالنسبة للاحتياجات الإنسانية. طيب هل إحنا لو عملنا دراسة جدوى هيتم استخدامها بشكل كفء؟ طبعا. يبقى احنا مش هنهدر الموارد الاقتصادية بتاعتنا او عناصر الاقتصادية اللي هي تتميز بانها فيها ندرة نسبية، لكن احنا هنقدر نحافظ عليها من خلال دراسة الجدوى. قلنا الدول النامية بالذات بتعمل مشاريع استثمارية كتيرة، والمشاريع دي بتحقق لها برامجها الإنمائية، فبالتالي لازم تكون الدراسات الجدوى دي دراسات جدوى جيدة علشان تبتدي تقارن بين المشاريع الاستثمارية وتشوف إذا كان فعلا حققت البرامج الإنمائية للدول النامية ولا في مشاريع استثمارية أفضل هتقدر تحقق لها البرامج دي بتكلفة أقل أو في وقت أقل أو مناسبة لظروفها. إذن بقول إنها مهمة للمجتمع. كمان بقول إنه أهميتها كونها الوسيلة الأساسية واللازمة علشان أستخدم الاستخدام الأمثل والكفء للموارد الاقتصادية المتاحة، قلنا لأنها بتتميز بالنظرة النسبية. كمان بقول إنه المشروعات الفاشلة دي أو المشروعات اللي بتكون فاشلة بتقول إنها بيحصل فيها إهدار للمال العام، وبقول إنه ده طبعا مش بيكون صح، لأنه أنا كده إهدار للأموال اللي إحنا تعتبر مورد بالنسبة لنا، خصوصا بالنسبة للدول النامية هي مورد قليل، مش مورد عندنا منه وفرة. طيب بقول إنه المعايير اللي إحنا بنستخدمها في المفاضلة بين المشاريع بتساعدنا علشان نقيم المشاريع دي ونعمل ترتيب لهذه المشاريع، والدولة تختار أفضل مشروع بيحقق البرامج التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية على مستوى الاقتصاد الوطني ونقيمها على مستوى المشروع. طيب في الآخر خالص، المفروض أن دراسة الجدوى تظهر أهميتها في الإجابة على بعض الأسئلة. يعني بعد ما نخلص دراسة الجدوى لازم نكون عندنا رد لهذه الأسئلة. طيب الأسئلة هتكون زي إيه؟ أول حاجة بقول له إيه هو أفضل مشروع، لأن إحنا قلنا رتبنا المشروعات وشفنا إيه الأفضلية بالنسبة لنا، فبالتالي أقدر أجاوب على السؤال ده وقلنا المشروع الأولاني أفضل أو المشروع رقم 2 أو رقم 3 هو أفضل. طيب ليه أنا هقوم بالمشروع ده؟ قلنا لازم أبقى عارف في الأول إيه هدفي من المشروع، هل هو مشروع خدمي، هل هو مشروع أنا محتاجة فيه استثمار مالي، أيا كان المشروع، أو عايز أعمل بيه تنمية صناعية، تنمية تكنولوجية، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، إيه الهدف؟ هو قام ليه المشروع ده؟ طيب نعمل المشروع ده فين؟ فين المكان المناسب اللي يقدر يحقق لي الهدف اللي أنا عايزة من أجله أعمل المشروع اللي أنا اخترته؟ طيب كمان الوقت، إيه الوقت المناسب لطرح المشروع ده أو لإقامة المشروع وطرح منتجاته في السوق؟ طيب مين الفئة المستهدفة؟ يعني أنا لما كنت بعمل مستوصف، أنا مستوصف علشان نعالج فيه ذوي الدخل المحدود مثلا، أنا الفئة اللي مستهدفاها من المشروع ده مين؟ وإزاي هعمل المشروع ده؟ هل هروح أعمله في مكان بعيد مفهوش الفئة اللي أنا مستهدفاها أو بعيد عن الفئة اللي أنا مستهدفاها؟
طيب ايه احتياجات المشروع دي من عمال والات؟ لو انا بعمل مصنع للملابس انا محتاج الات مختلفه عن لو انا بعمل مستشفى او مستوصف، لو انا بعمل مركز تعليمي او جامعه طبعا المعدات والالات والارض نفسها مختلفه والمباني مختلفه. يبقى اذا كل مشروع ليه الالات والمعدات والمباني والتجهيزات الفنيه الخاصه بيه. لازم دراسه الجدوى تكون ردت على سؤالي مدى حاجه المشروع، محتاج المشروع قد ايه من العمال والالات والمعدات. طيب كل الالات والمعدات دي كم تكلفتها؟ هتكلف قد ايه؟ طيب هل بعد ما دفعت التكلفه دي هيكون في عائد او ربح؟ طيب العائد ده هيبقى كام او قد يعني بالظبط كام؟ طيب ايه المصادر اللي انا هقدر احصل منها على الاموال او على تمويل المشروع؟ طيب هل اقدر اختار من عده مشاريع؟ طيب ازاي اقدر اثبت ان المشروع ده ذو جدوى اقتصاديه؟ يبقى كل الاسئله دي بتجاوب عليها دراسه الجدوى، وده بيظهر اهميه دراسه الجدوى. طيب بعد كده هنتنقل لجزء تاني، ايه هي اهداف دراسه الجدوى الاقتصاديه؟ بنقول في هدفين اساسيين، هدف بقدر اقول عليه دراسه الجدوى بتهدفه في اطارها العام، وبقول بعد كده في اهداف فرعيه لدراسه الجدوى. طيب نبتدي في الهدف اللي بقول عليه في اطارها العام. احنا قلنا قبل كده اول حاجه المفاضله بين المشاريع المتاحه، وقلنا بنرتبهم في ترتيب هرمي، او بقول ان المشروع رقم واحد افضل من اثنين افضل من ثلاثة، يبقى انا بفاضل بين المشاريع المتاحة. كمان تاني نقطة بعمل تقرير لافضلية القيام باستثمار في المشروع المقترح من عدمه. بعد كده بقول رقم ثلاثة بتقلل من احتمالية فشل المشروع وتقلل من هدر رأس المال، لان انا بحافظ عليه وبصون رأس المال ده من انه ادخل في مشروع فاشل او فرصة استثمارية مش ذات جدوى اقتصادية. بعد كده بقول انه ده، وده طبعا بيخليني احقق الاستغلال الامثل والكفء للموارد الاقتصاديه المتاحه اللي قلنا انها بتتميز بالندره النسبيه، وبالتالي لازم استخدمها بطريقه بقول عليها استغلال امثل وكفء لهذه الموارد الاقتصاديه. كمان كل ده بيدعم عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، لان احنا قلنا التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والاقتصاد عباره عن مشاريع بتقيمها الدوله بهدف التنميه، فبالتالي لازم انا اكون عارف ان ده هدف من ضمن اهداف دراسه الجدوى انها تدعم لي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المجتمع. طيب دي الاربع اهداف اللي بقول عليها او الخمس اهداف اللي بقول عليها خاصه بدراسه الجدوى الاقتصاديه، وبقول ده في اطارها العام. طيب والاطار الفرعي او الاطار الخاص لدراسه الجدوى، بقول اول حاجه بتعملها انها بتحدد لي، او اول هدف بتحققه انها بتحدد لي الفرصه الاستثماريه المتاحه والبدائل للاستثمار، يبقى هي بتحقق لي الجزئيه دي. تاني حاجه بقدر من خلالها ان انا احط الاساليب او الانماط اللي انا اقدر اقيم بيها المشروع، مش بس اقيمه لكن يكون عندي فيدباك اقدر اطور بيه المشروعات. مشروعات دلوقتي احنا في زمن او في بيئه بتتميز بالتغير السريع، وبالتالي اي مشروع لازم طول الوقت يواكب هذه التغيرات، والا مش هيقدر يكون عنده ميزه ومش هيقدر يكمل في البيئه المتاحه الموجود فيها. ثالث نقطه ان انا بركز على الدراسه التسويقيه والاساليب اللي بنستخدمها في التسويق، وده طبعا بهدف ان انا اوصل للحجم الطلب الكلي او الطلب اللي بقول عليه المحلي والطلب الخارجي. بعد كده اختار ايه هي نوع التقنيات المستخدمه او الطرق الفنيه اللي انا بستخدمها علشان المشروع اللي انا هشتغل فيه. بعد كده بقول انها احدد امكانيه توفير خطط او برامج توسعيه للصناعات القائمه، لان ممكن يكون عندي مشروع وعايزه اعمل له توسعات، طيب هعملها ازاي؟ طبعا ده من ضمن اهداف دراسه الجدوى اللي بقول عليها الاهداف الفرعيه ليها، ان انا هتوفر لي الخطوط والبرامج التوسعيه للصناعه اللي موجوده عندي. بعد كده اقدر طبعا من خلالها انه نحقق هدف ان انا احدد ايه هي الاثار الاقتصاديه للمقترحات الاستثماريه، وايه هي الاثار التبادليه بين المقترحات دي والاقتصاد. هل المشروع ده بيأثر في الاقتصاد؟ هل فعلا عمل تنمية؟ طيب هل بيأثر في الاقتصاد العالمي؟ هل بيأثر اقليميا بس؟
كل ده اقدر تقدر ده هدف مهم من اهداف دراسه الجدوى، تقدر تجاوب على الاسئله دي. كمان طبعا في مشاريع كتير بيكون ليها تاثيرات سياسيه اقتصاديه، ودي طبعا بتكون يا على مستوى محلي او على مستوى عالمي. وكمان مش بس المشروعات اللي بتاثر، لكن كمان المشروعات بتتاثر باي تغيرات سياسيه او اقتصاديه او عالميه او اي تغيرات في البيئة المحلية. يبقى إذن هنا بقول إنه آثار متبادلة بين المشروع الاستثماري أو المقترح أو الفرصة الاستثمارية وبين البيئة المحيطة بها، سواء كانت بيئة محلية أو عالمية، بيئة سياسية، بيئة اقتصادية، بيئة اجتماعية. بقول إن هي بتأثر وبتتأثر، هي بتأثر في البيئة المحلية والعالمية، هي بتأثر في البيئة السياسية الاقتصادية، وكمان هي بتتأثر بكل هذه المعطيات. يبقى ده بنقول ده الجزء الخاص بإيه أهمية دراسة الجدوى. واتكلمنا عن أهمية دراسة الجدوى للفرد كمستثمر لو عنده مشروع بيعمله. كمان اتكلمنا فيه عن أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمشروع. كمان بقول إنه أنا اتكلمت عن أهميته بالنسبة للمجتمع. طيب أنا عايزة أقول إيه هي القطاعات، يعني اللي أنا وأنا بعمل دراسة جدوى، هل دراسة الجدوى دي بتكون بفرصة جديدة؟ طب لو أنا مش عايزة أعمل فرصة جديدة وأنا أوريدي عندي مشروع خاص بي وعايزة أدخل فيه أتوسع أعمل توسعات، بدل ما أنا بدي مثلا السوق 100 مليون قطعة، لا أنا عايزة 200 مليون قطعة، لا أنا عايزة أزود الكمية اللي أنا بضخها في السوق. فإذا نفس المنتج بتاعي بس عايزة أعمل مشروع، عايزة أعمل توسع في المشروع نفسه، أو أنا عايزة أعمل منتج جديد، أو أنا عايزة أطبق نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة أو الطرق الفنية الجديدة، أو أنا عايزة أروح سوق جديد، أو أنا عايزة أطبق طريقة جديدة. طيب تعالوا نتكلم بالراحة. يبقى قولنا إيه هي القطاعات اللي بتشملها دراسة الجدوى. بنقول هم 6 قطاعات بالظبط. أول حاجة بقول لو المشروع جاعت جديدة، يعني في فرصة قدامي استثمارية جديدة، ابتدي انا اقول كمستثمر او دراسة جدوى تبتدي تعمل دراسة جدوى مشروع جديد. يبقى اول حاجة هتكون مشروع جديد. طيب لو انا مش ما عنديش مشروع جديد وانا اوريدي المشروع بتاعي موجود، يبقى اذا دراسة الجدوى هتكون عن مشروع قائم وعايز يعمل توسعات، يبقى ده عند التوسع في المشروعات القائمة، سواء ان انا اضيف طاقة انتاجية جديدة او استغل طاقة لو انا ما كنتش بشتغل بالطاقة الحالية او طاقة فوق الحالي. يعني مثلا ممكن اعمل نعمل ورديات او اشغل المصنع بدل ما بيشتغل الصبح، لا يشتغل الصبح وبعد الظهر، فبالتالي اقدر اقول ان نفس الطاقة الحالية بس بشغلها فترة اكبر، او اعمل احلال للالات والمعدات، وبالتالي ده بقدر اقول ان انا لازم اعمله دراسة جدوى علشان اشوف ايه الالات التالفة او القديمة وابتدي استبدلها بالات جديدة. تالت حاجة بقول انها ممكن القطاع ده اشتغل عليه في دراسة الجدوى لو انا هعمل منتج جديد، لان انا ممكن اكون بعمل منتجات مثلا زي مثلا الملابس، ادخل جزء خاص مثلا بملابس لابس الأطفال أنا ما كنتش بشتغل فيه، فبالتالي بقى بقول إن ده منتج جديد. طيب المنتج الجديد ده محتاج دراسة جدوى علشان أقدر أقول المنتج ده أخباره إيه، وأقدر أطرحه للسوق إزاي، وأقدر أعمله ترويج وتوزيع وتسويق إزاي. إذا دراسة الجدوى مهمة في الجزئية دي وبتغطي لي الجزء ده. كمان أقدر أقول رقم 4 إن أنا لو هطبق تكنولوجيا جديدة في الإنتاج، يعني طريقة جديدة في الإنتاج تديني جودة أفضل أو تديني إنتاجية أعلى للمصنع أو الجزء اللي أنا بشتغل فيه، وبالتالي التكنولوجيا الجديدة دي لازم أبتدي أدرسها وأعمل لها دراسة جدوى وأشوف إيه الأخبار منها. كمان بقول إن رقم 5 لو أنا هغزو سوق جديد أو أنا هروح أماكن جديدة وأفتح أسواق جديدة، لازم أشوف الفرصة الاستثمارية دي أخبارها إيه ومدى جدواها. بعد كده لو أنا بقول رقم 6 تطبيق أساليب إدارية جديدة، لأن إدارة المشروع ممكن تبتدي تتخذ أسلوب إداري جديد، وده طبعا لازم أتأكد من جدواه ومدى جودته. طيب مين الجهة اللي بتعمل دراسة الجدوى؟ هل الفرد يقدر يعمل دراسة الجدوى؟ هل محتاجين مكتب استشاري؟ هل محتاجين إدارة مالية؟ هل محتاجين إدارة التسويق؟ تعالوا نشوف مين الشخص أو مين فريق العمل اللي يقدر يقوم بدراسة الجدوى. طبعا دراسة الجدوى قلنا انها في مشاريع كتير جدا وفي دراسات مختلفة، وطبعا على حسب نوع الدراسة، فبقدر اقول انه في كذا جهة تقدر
تشتغل في دراسة الجدوى أو تقوم بدراسة الجدوى. أول جهة بقول عليها إدارة بحوث التسويق، ودي لو بتكون في حالة إن أنا أطرح منتجات جديدة. قلت كمان إدارة المالية وإدارة الإنتاج، كمان بعض البنوك بتعمل الدراسات دي، كمان في مكاتب كتير استشارية بتتعاون في إنها تعمل لنا دراسات الجدوى. طيب هل الدراسات الجدوى دي ملهاش أي معوقات تعوقها؟ لا طبعا ليها معوقات، وطبعا للأسف إن المعوقات دي بتكون أكتر في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة. طيب تعالوا نتكلم عنها بالتفصيل كده، ونعرف إيه أهم المعوقات اللي بتواجهنا وإحنا بنشتغل في دراسة الجدوى. أول حاجة بقول إنه عدم توافر المعلومات، بمعنى إن المعلومات دي مهمة جدا عشان أقدر أعرف الطلب الكلي، عشان أقدر أعرف المعروض كام، وأقدر أحدد الفجوة التسويقية، أعرف أسعار البيع. دي طبعا حاجة مهمة جدا عشان أعمل دراسة جدوى. بقول إنه البيانات دي مش متوفرة طول الوقت، ومش بسهولة أحيانا بتبقى متاحة، فدي العقبة الأولى اللي بتواجهنا. تاني عقبة بقول ارتفاع التكاليف، لأن الدراسات دي طبعا تكلفتها مرتفعة، وطبعا كل ما كان المشروع كبير كل ما كانت التكلفة أعلى. كمان في بقول في معوقات فنية، المعوقات الفنية دي بتواجه أكتر الدول النامية، وده طبعا لأن عندهم نقص في الخبراء اللي بنقول عليهم متمرسين، اللي يقدروا يعملوا دراسة جدوى جيدة. وطبعا دول للأسف في يعني مش كلهم عندهم الخبرة والكفاءة والمهارة في الدول النامية، وبالتالي بقول انه ده ترتب عليه ضعف وقصور في الدراسات المقدمة. رابع معوق او رابع مشكلة بتواجهنا واحنا بنعمل دراسات الجدوى، بقول المعوقات الإدارية والتنظيمية. طبعا في سلسلة كبيرة جدا من الإجراءات الإدارية اللي موجودة خصوصا في الدول النامية، لازم المستثمر يقوم بها في كافة المراحل قامة المشروع. التعقيدات دي بتخلي انه يبقى فيه يعني مشكلة، والمشروع ده بيتم اقامته او انشاؤه، وده طبعا بيقلل من فرص نجاح الاستثمار في الدولة، لان المستثمرين مش بيقبلوا على دول بيكون اجراءات الادارية والتنظيمية فيها معقدة وكتيرة علشان يقدر يعمل استثمار في هذه الدولة. بعد كده بقول اخر جزء في المخاطر او اللي بقول عليها صعوبات بتواجه دراسة الجدوى، هي عدم التأكد. طبعا احنا عارفين ان العالم دلوقتي بقى فيه نوع من عولمة مختلف الانشطة، وتزايدت المشاكل التعامل مع المتغيرات الداخلية في الاقتصاد الوطني، وكمان التغيرات الخارجية في العالم ككل، وده طبعا أدى لأنه ارتفاع مخاطر عدم التأكد اللي هي بتبقى مصاحبة لعملية تقدير متغيرات الدراسة، لأنه أنا مش بتعامل مع بيئة داخلية فقط، لكن أنا بتعامل مع بيئة داخلية وبيئة خارجية، وبقى العالم كله كأنه قرية كونية واحدة. اللي بيحصل هنا بيوصل في نفس الوقت اللي بيحصل فيه في مجتمع بيوصل للعالم كله من خلال شبكات الإنترنت. فطبعا دي كلها بقول انها مخاطر عدم التأكد بتواجه المشروع. طيب ايه هي انواع الدراسات الجدوى؟ احنا اتكلمنا في الجزء اللي فات على اهميتها دراسات الجدوى، وايه هي المخاطر او العقبات اللي بتواجهها. طب ايه هي انواعها؟ لو انا عايز اقسم دراسات الجدوى او اصنفها زي ما كنا بنتكلم من شويه وبنقول في دراسه ماليه، في دراسه تسويقيه، في دراسه بيئيه، دراسه جدوى طبعا بيئيه، او دراسه جدوى تسويقيه، او دراسه جدوى ماليه، انا اقدر اقول ايه التصنيفات دي؟ وقلنا طبعا في دراسه جدوى مبدئيه او استكشافيه او اوليه، وقلنا في دراسة جدوى تفصيلية. طب احنا اتلخبطنا بقى مش فاهمين حاجة. ايه هي بقى دراسات الجدوى؟ نبتدي بالراحة كده نصنفها. هنصنف دراسات الجدوى بناء على عدة تصنيفات. اول تصنيف بقول عليه التصنيف الوظيفي، اللي هو بيقول لي ايه، انت بتميزي بين دراسة جدوى بين مشروع او اخر طبقا لايه؟ طبقا لدراسة الجدوى الفنية دي. يبقى انا بقول دراسة جدوى فنية، يبقى هي بالنسبة لي ده الوظيفة بتاعتها. يبقى لو هي دراسة جدوى فنية يبقى انا هقول عليها ايه، بتختص بالجوانب الفنية للمشروع، هقول عليها دراسة الجدوى الفنية. طيب افرض الدراسة دي متعلقة بالجوانب التسويقية للمشروع، يبقى اقول عليها وعايز ومنها بقدر اعرف الطلب والعرض واقدر اعرف الفجوة التسويقية، بقول عليها دراسة الجدوى التسويقية. طيب لو هي الدراسة دي بقول عليها ان هي بتختص
تختص بهيكل التمويل للمشروع وايه هي مصادر تمويل المشروع، يبقى بقول عليها ايه؟ بقول عليها دراسة الجدوى المالية او دراسة الجدوى التمويلية، لانها خاصة بمعرفة مصادر تمويل المشروع. يبقى ده الجزء الخاص بالتصنيف الوظيفي لدراسة الجدوى. قلنا فيه انواع كتير حسب الوظيفة اللي بتقوم بيها دراسة الجدوى، ببتدي اصنفها هي دراسة جدوى نوعها ايه؟ هل هي دراسة جدوى فنية، ولا هي دراسة جدوى تسويقية، ولا هي دراسة جدوى بيئية، ايا كان، او دراسة جدوى تمويلية، على حسب الوظيفة منها. طيب تاني تصنيف بقول التصنيف النفعي. المقصود بالتصنيف النفعي هو المنفعة المتحققة من هذا المشروع او من هذه الفرصة الاستثمارية. هل المنفعة دي خاصة بشخص او مستثمر، او المنفعة دي منفعة كلية او قومية؟ بمعنى لو المنفعة دي مرتبطة بشخص بقول عليها مشروع خاص، ده مشروع هو الخاص او البيزنس الخاص بيه، او الفرصة الاستثمارية اللي هو عايز يعملها، المصنع بتاعه، المزرعة بتاعته، ايا كان المشروع اللي هو هيعمله، ممكن يشغل في خدمات النقل زي اوبر وكريم، ايا كان، ده اسمه منفعة خاصة، هو بيحقق له منفعة خاصة بيه هو وارباح مالية، وبيستثمر فلوسه هو الخاصة، يبقى منفعته خاصة، يبقى بقول عليه استثمار ايه؟ بقول عليها دراسة الجدوى الخاصة، لأنها بتدرس فرصة استثمارية خاصة. طيب لو هي المنفعة دي لينا كلنا، أو منفعة بقول عليها قومية أو للمجتمع ككل، يعني بتبص على المجتمع ككله ككل، زي ما قلنا أن أنا أعمل مثلا مدرسة حكومية أو مستوصف حكومي، كل دي بقول عليها إيه؟ دي خدمات لينا كلنا، مش لفئة محددة، يبقى نفعها للكل، لأي حد منتمي لهذا الوطن يقدر يستخدم هذه الخدمة في حياته العادية. طيب فبقول عليها في الحالة دي بسميها دراسة الجدوى القومية. يبقى التصنيف النوعي النفعي عندنا منه نوعين، نوع بقول عليه دراسة الجدوى الخاصة، والنوع التاني بقول عليه دراسة الجدوى القومية. بعد كده التصنيف التحليلي، بقول طبعا زي ما اتكلمنا من شوية وقلنا انه ده طبعا على حسب التحليل المستخدم في الدراسة، وقلنا في نوعين من الدراسات، دراسة جدوى مبدئية او اولية او استكشافية زي ما قلنا في الاول، ودراسة جدوى تفصيلية. وطبعا لازم الاول نبتدي بدراسة الجدوى المبدئية، وبعد كده نكمل لو لقينا ان الفرصة الاستثمارية جيدة او ذات جدوى اقتصادية، يبقى بنكمل دراسة الجدوى التفصيلية. طيب تعالوا نتكلم بالتفصيل على دراسة الجدوى الأولية. دراسة الجدوى الأولية دي عبارة عن دراسة أو تقرير أولي في الأول خالص، بحط فيه الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة، لأن احنا قلنا ممكن يكون عندي أكتر من فرصة استثمارية، وبالتالي لازم أحط دراسة أولية لكل مشروع بحيث أن أنا أقدر أوصل لأي بديل أفضل من المشاريع اللي أنا مختارها أو الفرص الاستثمارية اللي أنا مختارها. وبقول أن من خلالها اقدر اوصل لقرار، واقول انه بعد كده ببتدي اعمل دراسة تفصيلية. طيب ممكن تعالج بعض المشاكل، منها طبعا دراسة اولية عن الطلب المحلي والاجنبي، ممكن دراسة اولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع، ممكن كمان دراسة اولية عن مدى جدوى المشروع فنيا، ممكن دراسة اولية عن المواقع البديلة اقدر اختار من المواقع المتاحة بالنسبة لي، ممكن برضو دراسة اولية عن مصادر تمويل المشروع، سواء كان هيتم بشكل ذاتي يعني من اموال صاحب المستثمر نفسه، او من مصادر اخرى، ممكن يبقى فيه قروض من بنوك او من جهات معينة، او يكون في عدة شركاء ايا كانت. ممكن كمان يكون الدراسة دي الاولية عن العوائد المتوقعة، او بقول الايرادات للمشروع المقترح ايا كانت بقى، او دراسة اولية عن مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة يعني في المجتمع. يعني في بعض المشروعات بنقول انها مش مجدية اقتصاديا لانها مش متفقة مع عاداتنا وتقاليدنا، مثلا احنا ما بناكلش الضفادع، لكن لو جه حد بيقول ان انا هعمل مصنع للضفادع، او هعمل مكان يقدم الضفادع، مطعم للضفادع، اكيد المشروع ده مش هيكون ناجح في مصر، لكن ممكن يكون ناجح في دولة زي فرنسا اللي هي بتاكل الضفادع مثلا. لو قلنا مثلا مزرعة للماشية، هل المزرعة دي ممكن تنجح، او المشروع الاستثماري ده في مكان زي الهند، واحنا عارفين ان الهند مش بتاكل اللحوم الماشية او الابقار، وبتعتبر انه ده رمز ديني بالنسبة لهم، وبالتالي
ممنوع ذبح الماشيه، هل انا لو انا خدت المشروع ده وعملته في الهند هيكون ذو جدوى اقتصاديه؟ لا طبعا، لانه هو مش متوافق مع العادات والتقاليد الخاصه بهذه الدوله. فاذا لازم دراسه الجدوى الاوليه تقول لي هل ده متوافق مع عادات وتقاليد والقوانين السائده في هذا المجتمع ولا مش متوافقه. لان لو مش متوافقه يبقى خلاص هنقف عند النقطه دي وهننقل على انه يتم رفض هذا المشروع ونشوف فكره استثماريه اخرى. بعد كده بعد ما نخلص دراسه الجدوى المبدئيه بندخل على دراسه الجدوى التفصيليه، ودراسه الجدوى التفصيليه بنقول ان دي عباره عن دراسات لاحقه لدراسه الجدوى الاوليه، بس طبعا بتكون اكثر تفصيلا واكثر عمقا واكثر شموليه منها. ليه؟ لان انا بقول بعمل دراسه جدوى تفصيلية لكل جوانب المشروع، على أساسها تقدر الإدارة العليا تقول أخذ المشروع ده واستثمر فيه أو وانتقل من مرحلة لمرحلة، زي ما قلنا مرحلة تسويقية أو دراسة جدوى تسويقية بتنقلنا على الفنية بتنقلنا على المالية، هل أقدر أعمل المشروع ده ولا ما أقدرش، وبالتالي أقدر أنتقل من دراسة لأخرى من خلال الدراسة التفصيلية. وطبعا مش هكتفي بدراسة واحدة لأنه الدراسات دي قلنا متكاملة متتالية ومتكاملة، وبناء عليه اتخذ القرار بالاستثمار. وطبعا دي في منها اجزاء كتير، بقول دراسة السوق، بقول الدراسة الفنية، بقول الدراسة المالية والاقتصادية، بقول الدراسة القومية والاجتماعية واللي كنا اتكلمنا عنها من شوية، وقلنا ان في حاجة اسمها تكاليف اجتماعية للمشروع وعائد اجتماعي للمشروع، واقدر اعرف مدى جدواه من الناحية القومية اذا كان مشروع من المشروعات العامة، خصوصا لو كان هياخد دعم من الحكومة. والدراسة البيئية اللي قلنا انها بتقدر توضح لي المشروع ده بيعمل حماية وصيانة للبيئة اللي هو فيها وبيقدر يستوعب قدراتها، ولا المشروع ده بقول انه ممكن يكون بيأذي البيئة دي سواء على المدى القصير او البعيد، زي بعض المصانع اللي بترمي المخلفات في النيل، ده بنقول انها بتعمل ايه؟ بتعمل إيذاء او تلويث للبيئة. إذن يجب التعامل مع هذه الدراسات البيئية، بتتعامل مع الجزء ده وبتشوف هل المشروع ده مؤذي للبيئة ولا بيحافظ عليها وبيعمل لها صيانة. بعد كده ممكن نبص على الشكل البياني ده، الشكل البياني ده بيكلمني عن بداية الفكرة وإزاي أتخذ القرار الاستثماري. قلنا الأول بتكون في عندي فكرة أو بعض الأفكار أو الفرص الاستثمارية، وابتدي أول خطوة أشوف هل هي مبدئيا مقبولة ولا لأ، لو لقيت إنها مقبولة أبتدي أعمل دراسة جدوى، وقلنا الدراسة بتبقى مبدئية أو استكشافية أو أولية. خلصنا الدراسة الأولية وقالت لنا أوكي في جدوى لهذا المشروع، بنقل على الدراسة اللي بقول عليها دراسة السوق، ومن دراسة السوق وتحديد الفجوة التسويقية أقدر أعرف الدراسة الفنية، وبعد كده أشوف الدراسة التمويلية والربحية الاقتصادية، ومن الربحية الاقتصادية أقدر أوصل للربحية القومية في المجتمع، وطبعا أشوف الدراسة البيئية وابتدي أتخذ القرار النهائي بالاستثمار. طيب إيه هو تعريف المشروع؟ في تعريفات كتيرة للمشروع، تعالوا ناخد بعض التعريفات المهمة اللي بتقول لنا يعني إيه مشروع، يعني إيه مشروع أو يعني ايه فرصة استثمارية. بقول ان المشروع ده عبارة عن تنظيم مملوك لمين؟ منظم. المنظم ده اللي قلنا انه رقم 4 في موارد او في العناصر الانتاج او الموارد الاقتصادية بتاعتنا. ده بقول انه هو عبارة عن ايه المشروع؟ عبارة عن انه تنظيم مملوك لمنظم. طيب بيعمل ايه المنظم ده؟ دوره ايه في المشروع ده؟ المنظم ده بيكون عناصر الانتاج اللي هيتم استخدامها علشان انتج سلعة او خدمة وبيعها في السوق. يبقى هو اللي بيعمل المزج بين عناصر الانتاج، عناصر الانتاج قلنا هم 4 عناصر، الموارد اللي بقول عليها الموارد الطبيعية او الارض والعمل، وبقول كمان رأس المال والمنظم. المنظم بقى بيكون دوره ايه؟ بيكون دوره انه هو يمزج هذه العناصر، عناصر الانتاج، ويقدر يحقق من خلال المشروع بتاعه انه يظهر للسوق خدمة او سلعة ويبيعها في السوق. يبقى بقدر اقول ان تعريف المشروع هو كل تنظيم مملوك لمنظم قائم على التأليف بين عناصر الانتاج بهدف او بقصد ان انا انتج سلعة او خدمة وبيعها في السوق علشان احقق طبعا اكبر ربح نقدي، لان احنا قلنا من ضمن اهداف المستثمر تحقيق اقصى ربح ممكن.
غير طبعا المشروعات القومية اللي بيكون ليها أهداف أخرى غير تحقيق الأرباح. كمان بقول إن ممكن أعرف المشروع من الناحية الاقتصادية وأقول إنه عبارة عن تنظيم أو وحدة اقتصادية طبعا ليها استقلال وليها إدارة خاصة بيها، وكأنه مستقل كأنه كائن لوحده، وبقدر أقول إنه من خلاله بيتم توجيه ما يحصل عليه المنظم من عناصر الإنتاج. يبقى أنا أقدر أرتب عناصر الإنتاج دي علشان أنتج سلعة أو أقدم خدمة، وطبعا لازم تكون متجانسة وحداتها، يعني ما ينفعش الإنتاج يكون السلع مختلفة إلا لو أنا بعمل فئات مختلفة منه، لكن لازم يكون في تجانس في الوحدات علشان طبعا أبيعها في السوق وأحقق أقصى ربح. كمان بقدر أقول إنه البنك الدولي عرف المشروع الاقتصادي قال إيه؟ عبارة عن نشاط استثماري بيتم إنفاق الموارد المالية فيه علشان أخلق أصول رأس مالية، والأصول دي طبعا بتحقق لي منافع عبر الزمن، وطبعا ده نشاط بيتم إنفاق أموال فيه. طب بننفق أموال كده وخلاص؟ لا طبعا، لأننا متوقعين عائد، وطبعا لازم يكون بيخضع للتخطيط والتمويل بوصف وحدة اقتصادية مستقلة كأنه كيان لوحده كأنه فرد لوحده. طيب كمان بقدر اقول انه من النظر من وجهة نظر الاقتصادية بقول انه ده عبارة عن الوحدة الانتاجية اللي بتقدم سلعة او خدمة متعددة بشكل نهائي او وسيط. يعني الوحدة المشروع ده وحدة انتاجية بتستطيع انها تحول عوامل او قلنا عناصر الانتاج لسلع وخدمات يقدر يستهلكها القطاع العائلي في اي مجتمع من المجتمعات. طيب وبقول كمان المشروع ده عبارة عن استثمار حقيقي للطاقة الإنتاجية أو لمساعدة أو لزيادة الإنتاج في المجتمع، وطبعا ممكن يكون الزيادة دي في شكل مشروع زراعي أو مشروع للإنتاج الصناعي أو تقديم بعض الخدمات، ممكن قلنا زي ما أعمل مؤسسة تعليمية جامعة أو مدرسة أو مواني أو طرق مطارات أعمل مستشفى، كل دي مشاريع أو بقول عليها خدمات للمجتمع بتقدم لي خدمة، سواء كانت خدمة التعليم أو خدمة الخدمة العلاجية أو أيا كانت. طيب أو خدمة النقل بالنسبة للمطارات والمواني. طيب بقول إنه المشروع ده استخدم الموارد الاقتصادية زي قلنا الأرض أو الموارد الطبيعية، زي العمل، زي التنظيم، زي رأس المال. ورأس المال طبعا بيبقى مقصود بيه الآلات والمعدات والمباني وكل دي، وقلنا دي كلها اسمها موارد اقتصادية ومعروفة بعوامل الإنتاج أو عناصر الإنتاج، وقلنا إنها نادرة نسبية في المجتمع. الكلام ده خدناه طبعا في أولى اقتصاد، في أولى في مادة مبادئ الاقتصاد. أنا همشي يعني هتناوله سريعا إن كل دي اسمها موارد إنتاج أو عوامل إنتاج، وطبعا كل ده بقول إنه لازم في الآخر المشروع بتاعي يحقق لي عائد مناسب، وسواء أيا كان بقى، سواء كان ملك ملكية خاصة أو ملكية عامة وكده. طيب بعد كده في مفهومين مهمين عايزين نعرفهم. هل في فرق بين استثمار حقيقي واستثمار مالي؟ بقول اه في فرق. الاستثمار الحقيقي والاستثمار غير الحقيقي او غير او المالي. نبتدي في الاول ايه هو معنى كلمة استثمار حقيقي. الاستثمار الحقيقي ده مقصود بيه بالمعنى الاقتصادي انه استثمار بيؤدي لزيادة الطاقة الانتاجية للمجتمع، وكمان بقول ان انا بستخدم فيه الموارد الاقتصادية واستغلها بشكل بضيف منتجات سلع أو خدمات للمجتمع. يبقى أنا في الآخر هلاقي عندي مخرجات عبارة عن منتجات جديدة أيا كانت سلعة أو خدمة، يبقى ده اسمه استثمار إيه؟ حقيقي، في منتج طلع في الآخر. طيب ده المفهوم الأول. طب المفهوم الثاني عبارة عن إيه؟ يعني إيه كلمة استثمار غير حقيقي؟ يعني ده استثمار شكله إيه؟ يعني ده اسمه استثمار مالي. الاستثمار مالي ده معناه إن أنا اشتريت سهم أو سند أو شهادات الإيداع، أنا بستثمر في الحالة دي فعلا فلوسي، ولكن الاستثمار ده يعتبر استثمار غير حقيقي. ليه؟ لأنه ما خلقش طاقة إنتاجية جديدة في المجتمع، لأنه مجرد نقل الملكية. أنا خدت السند ده كان عند حد وأنا أخدته أو هو أخده مني. هو حقق استثمار مالي، ولكن بقول عليه استثمار حقيقي لأنه مجرد نقل من الملكية من شخص لآخر. بس لو السهم أو السند ده في شركة جديدة لسه لم يتم إنشائها أو مصنع أو أي مشروع جديد، في الحالة دي هعتبر أنه استثمار حقيقي. يبقى في الحالة دي هقول عليه مش استثمار غير حقيقي ولا هقول عليه استثمار مالي، لكن هقول عليه استثمار حقيقي. طيب تعالوا نعرف إيه هو في النهاية أقدر أقول على تعريف المشروع. يعني منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عرفت المشروع الاقتصادي ده وقالت عبارة عن إيه؟ قالت هو اقتراح
خاص باستثمار، يعني أنا اقتراح خاص زي ما قلنا فرصة استثمارية بيهدف لإنشاء، يبقى احنا هننشئ مشروع او هنعمل حاجه جديده، او توسيع زي ما قلنا ان انا بوسع الطاقه الانتاجيه اللي عندي، بدل ما هدي 100,000 لا هدي 200,000 في الشهر للسوق، او ان انا بطور بعض التسهيلات. ده بهدف ايه؟ زياده انتاج السلع او الخدمات في مجتمع ما خلال طبعا فتره زمنيه، وطبعا المشروع وحده استثماريه اقدر اميزها بشكل فني او تجاري او اقتصادي عن باقي الاستثمارات. تعالوا نقول تاني مع بعض ايه هو المشروع الاستثماري من وجهة نظر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. بنقول انه هو اقتراح خاص باستثمار بيهدف لإنشاء او توسيع او تطوير بعض التسهيلات بهدف زيادة انتاج السلع او الخدمات في مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة. وبقول ان المشروع ده وحدة استثمارية يمكن تمييزها فنيا وتجاريا واقتصاديا عن باقي الاستثمارات، ويكون ليها شخصية منفصلة. طبعا من التعريف ده ممكن نستنتج بعض النقط. ايه هي النقط دي؟ هما تقريبا 4 نقط. بقول ان المشروع الصلة اللي بينه وبين القائمين عليه وبين الانتاج والمراحل طول الوقت ما بتكونش منقطعة، لكن بتكون متصلة طول الوقت. وده بقول انه معناه انه فعلا المشروع بيكون عنده وحدة طول الوقت، ودي وحدة مهمة جدا جدا مستقلة بقول اسمها للبحوث والتطوير. الوحدة دي بتقول لي انه طول الوقت انا المفروض ايه التغيرات المحيطة بالبيئة وازاي نعالجها، بهدف ان انا اقدم افضل الاقتراحات طول الوقت، لان احنا قلنا احنا عايشين في بيئة متغيرة، والتغيرات دي في الوقت الحالي وفي العصر اللي احنا فيه بقت متغيرات سريعة جدا جدا، وبالتالي اي منتج او خدمة بقدمها لازم تواكب هذه التغيرات، والا مش هنقدر ننافس ومش هيقدر يكون لينا لا حصة في السوق ولا هيكون لينا مكاسب او مكان في السوق ده، بالعكس المنتج هيختفي لانه مش قادر يواكب هذه التغيرات. طبعا المسؤول عن الجزء ده هي وحدة البحوث والتطوير اللي بتنصحنا طول الوقت ازاي نغير من المنتج ونحسن منه ونقدم افضل منتج او افضل خدمة للمجتمع. تاني حاجة بقول ان التعريف بيتكلم عنها او بيخدمها ان الاقتراح هنا مش مجرد فكرة وانا بفكر فيها، لا خلاص احنا تجاوزنا مرحلة التفكير وابتدينا نحط بلان او خطة، وبقول ان الخطة دي موضح فيها كل الخطوات وعبارة عن هيكل متكامل ومتناسق من المعلومات، تبتدي بداية من استثمار معين او لو انا عايز اعمل تطوير او تعديل او استثمار حالي او احلال اسلوب فني جديد، ايا كان المرحلة اللي انا عايز اشتغل فيها او القطاع زي ما قلنا انه بيغطي كذا قطاع، دراسات الجدوى التسويق دراسات الجدوى الاقتصادية هو بيخدمني في الجزئية دي. طبعا المشروع مش بينتهي علاقته بدراسة الجدوى بمجرد ما انشئه، بالعكس قلنا انه انا طول الوقت في المشروع بفضل محتاجة لقرارات باستمرار علشان اقدر اواجه سواء هعمل توسعات جديدة او هغير طريقة الانتاج زي ما قلنا من شوية، او هغزو اسواق جديدة، او هقدم منتج جديد، او هغير في طريقة الانتاج نفسها. طيب بقول ان المشروع ده عبارة عن وحدة استثمارية بيعمل من خلال منطق بقول عليه التكلفة والعائد، لانه انا لازم احسب التكلفة بتاعتي والعائد المنتظر من هذه التكلفة. طيب هنمر بسرعة على انواع المشاريع. انواع المشاريع بقول من حيث الملكية في 4 مشاريع من حيث الملكية. اول جزئية خاصة بيها لو انا بتكلم عن المشروع، لو انا بقول ان المشروع ده المشروع بتاعي خاص بي، هي مشروع عام ولا مشروع خاص؟ طيب انا المشروع العام اللي هو بقول عليه زي ايه؟ مشروعات عامة دي هي ملك للدولة، ملك لينا كلنا، زي مثلا المرور، زي دار القضاء، دي مش بتاعت حد يعني في حد ذاته، دي بتاعت الدولة والدولة بتديرها. المطارات كل دي بقول عليها ايه؟ بقول المترو ده مشروع للدولة نفسها. طيب وده طبعا بيكون ليه أهداف اجتماعية بالإضافة للربح الاقتصادي، وبيعود بالنفع المجتمع ككل. يبقى طيب في منه صور، في منه صور، صورة بقول عليها انها مشروعات عامة بتملكها الدولة، وبقول ان هي بتنفرد بيها وبإدارتها وبتندمج نفقاتها وإيراداتها في ميزانية الدولة، او مشروع عام بصفة مستقلة ده بيكون منفصل في الجزء المالي والإداري عن الدولة. كمان بقول في نوع تاني
تاني يبقى دي المشروعات العامة، لكن لو قلنا دي مشروعات خاصة يبقى في نوع تاني اسمه مشروعات خاصة. المشروعات الخاصة دي اللي بيمتلكها الأفراد أو القطاع العائلي أو المشروع اللي هو بقول عليه المشروع الفردي، ده زي أي استثمار ممكن أي حد فينا يقوم بيه أو يعمله، وده طبعا بيكون الأرباح والخسائر عائدة على ملاك هذه المشروعات، بمعنى أنه أنا لو خسرت أنا اللي بخسر، ولو كسبت أنا اللي هكسب مدام أنا صاحب المشروع. وبيكون لي عدة أشكال، ممكن يكون شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو يكون شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة. ثالث نوع من أنواع المشروعات، يبقى أول نوع قلنا من حيث الملكية قلنا مشروع أقدر أقول عليه مشروع عام أو مشروع أقدر أقول عليه خاص. ثالث نوع هو مختلط، طبعا هو مختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبقول إن ده ممكن يكون عبارة عن امتياز بتديه الدولة لفرد أو لشركة، بهدف أنه تستغل مرفق عام من ضمن المرافق اللي هي ملك للدولة. بعد كده في مشروعات اسمها مشروعات مشتركة، والمشروعات المشتركة دي عبارة عن مشروعات بتكون ملكيتها بين رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي، أو بيكون فيها استثمار أجنبي أيا كان بقى، سواء كان الشخص ده طبيعي أو معنوي أو من القطاع العام أو الخاص. وطبعا مهم ان انا اعرف التقسيمه دي علشان اقدر احدد ايه الاهداف وايه العائد ومين اللي يملك هذا المشروع، واقدر اعمل دراسه الجدوى تكون دراسه جيده. طيب من حيث النشاط الاقتصادي في عده انشطه، اقدر اقول في مثلا مشروع زراعي، في مشروع انتاجي، في مشروع صناعي، في مشروع تجاري، في مشروع للخدمات زي مثلا اوبر كريم، الحاجات دي. المشروع الزراعي زي استثمار في الاراضي، زي مزرعه ممكن نعملها. المشروع الصناعي أي مشروع ممكن يكون، ممكن يكون مشروع ملابس صناعة، ملابس جاهزة، ممكن يكون زي الغزل والنسج، وطبعا ممكن يكون بعض المشروعات اللي في الصناعات الكيميائية، ممكن يكون مشروع عن الصناعات الغذائية أو الصناعات المعدنية. المشروعات طبعا التجارية والمالية دي بالتوزيع أو النقل، تجارة الجملة وتجارة التجزئة، كل دي بقدر أقول عليها كده. والمشروعات الخاصة بالخدمية هي اللي بتقدم خدمة، قلنا زي خدمة النقل أو خدمة التعليم أو أي خدمة ممكن نقدمها للمجتمع. طيب ده النوع الثاني من التصنيف للمشروعات. طيب النوع الثالث بقول من حيث مكان النشاط، يا في مشروع محلي أو وطني أو في مشروع متعدد الجنسيات. مشروع المحلي ده اللي بيكون موجود في الوطن وبتبقى موجود في كل المحافظات أو الأماكن اللي في الدولة نفسها. طيب المشروعات متعددة الجنسية دي اللي هي بتنتشر فروعها في كل العالم، زي كنتاكي مثلا هو موجود في كل مكان، فإذا بقدر أقول عليه أنه مشروعات عالمية، هي موجودة سلسلة مطاعم موجودة في أكتر من دولة. طيب بعد كده رابع نوع من المشروعات بقول المشروع من حيث طبيعة السوق. طبعا احنا عارفين أن في أربع أنواع للأسواق، في سوق المنافسة الكاملة، في سوق المنافسة الاحتكارية، في سوق الاحتكار، وفي احتكار القلة. كل دول أنواع من أنواع الأسواق، وطبعا إحنا درسنا ده في اقتصاد سنة أولى، إن إحنا قلنا المادة دي مرتبطة جدا بالمواد اللي تم تدريسها قبل كده، فبالتالي كل الأسواق دي لازم أكون عارف أنا المشروع بتاعي في أنهي سوق عشان أقدر أحقق أهدافي سواء كانت ربح أو أهداف قومية. طيب من حيث درجة الاستقلال، خامس نوع من حيث درجة الاستقلال الفني أو الاقتصادي، في مشاريع مرتبطة اقتصاد وفي مشاريع مش مرتبطة اقتصاديا. يعني مثلا بعمل مشروع وفي مشروع تاني اوريدي بيطلع منه، زي مثلا لما بنعمل مشروع مثلا في القصب، اثناء عملية الحصول على عصير القصب بينتج منتج تاني بنقدر نستخدمه في صناعة الخشب، فإذا بقول إنهم مرتبطين اقتصاديا ببعض. لما بنعمل مزرعة للأرز، مزرعة الأرز دي بينتج عنها حاجة اسمها قش الأرز، قش الأرز ده ممكن نستخدمه في صناعات أخرى، إذا هم مرتبطين اقتصاديا المشروعين. أنا بمجرد ما بدأت المزرعة الخاصة بالأرز أنا نتج عنه منتج آخر اسمه قش الأرز ممكن استخدمه في صناعة تانية، يبقى دي مستقلين أو مرتبطين سواء كان من الناحية الاقتصادية من الناحية الفنية أو اقتصاديا، إنه واحد العائد بتاعه مرتبط بالعائد الآخر أو مستقل، كل واحد فيهم مستقل نهائي عن الآخر.
طيب الاستثمار، ايه هو الاستثمار؟ ايه تعريف الاستثمار؟ يعني ايه كلمة استثمار؟ الاستثمار ده حاجة مهمة جدا، احنا خدنا طبعا في سنة ثالثة في اقتصاد كلي استثمار بالتفصيل، انا هروح يعني هتكلم عنه يعني باختصار لان احنا اوريدي غطيناه في سنة ثالثة وانتوا اكيد يعني هفكركم بيه بس اكيد عارفينه يعني. طبعا أهمية الاستثمار بتتضح في أنه من خلال الاستثمار بزود الدخل القومي، من خلال الاستثمار بيتم خلق فرص عمل، من خلال الاستثمار بدعم عملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، كمان بزود الإنتاج، وده طبعا بيأثر في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وطبعا هدف الاستثمار أن أنا أحقق نفع عام للمجتمع ككل، أو أحقق ربح من المشروع الخاص أو المشروعات عندي. طيب تعالوا نقول التعريف بتاع الاستثمار ده، لو انا عايز اعرفه اعرفه ازاي؟ انتوا عارفين طبعا الشخص اللي بيقوم هتكلم عموما، لو انا بتكلم عن شخص، انا الشخص بيتخلى عن هذه النقود او الموارد الماليه علشان يحصل انفاق استثماري، يعني بيكون معايا فلوس بدل ما اروح اشتري بيها مثلا حاجه للاشباع الاستهلاكي، سلعه هستخدمها وخلاص سلعه استهلاكيه، لا انا بضحي بهذه المنفعه الحاليه بهدف ايه؟ بهدف ان انا احط الفلوس دي في مشروع، اشتري مثلا بيه مطعم مثلا، اعمل بيه مطعم بهدف ايه؟ بهدف ان انا احقق منفعه مستقبليه واحصل منها على عائد اكبر من اللي كان هيتحقق لي من الناحيه الماديه او الماليه من ان انا استخدمها في اشباع الجزء الاستهلاكي عندي. يبقى اذا الاستثمار لو انا هعرفه اقول عباره عن ايه؟ عباره عن التخلي عن استخدام اموال حاليه هي في ايدي او اقدر اجيبها من البنك بقرض، وده طبعا بيكون لفتره زمنيه معينه. ليه طيب بعمل كده؟ علشان احصل على مزيد من التدفقات النقديه في المستقبل. طبعا التدفقات النقديه دي لازم تكون تعويض ليا، تعويض ليا عن ايه؟ عن الفرصه الضائعه للاموال المستثمره، عن للاموال المستثمره، وعن الحرمان اللي ابتدينا بيه ان احنا حرمنا نفسنا من اشباع اي احتياجات استهلاكيه لينا. فبالتالي لازم الاستثمار ده يكون بيعوضني عن الجزئية دي، كمان بيكون بيعوضني عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة. ليه طيب بيحصل انخفاض في القوة الشرائية للنقود؟ احنا عارفين في حاجة اسمها التضخم، التضخم ده طول الوقت موجود معانا. طيب أنا لو دلوقتي معايا 1000 جنيه النهاردة، هل 1000 جنيه بتاعت النهاردة زي 1000 جنيه بتاعت السنة اللي فاتت؟ لا مش زيها. طب ليه مش زيها؟ ما هم نفس الألف جنيه. الألف جنيه بتاعت السنة اللي فاتت كان ليها قوة شرائية، كنت أقدر أدخل السوبر ماركت واشتري بيها سلعة معينة. طيب نفس الألف جنيه دي لو دخلت السوبر ماركت السنة دي مش هقدر اشتري بيها نفس السلع، هشتري كميات أقل. ليه؟ لأن قوتها الشرائية انخفضت. طب ليه قوتها الشرائية انخفضت؟ بعامل أو بفعل حاجة اسمها التضخم، وهو الارتفاع السريع في الأموال. الارتفاع السريع في الأموال ده خلى انه يحصل حاجه اسمها انخفاض القيمه النقديه للنقود. يبقى لازم انا الفرصه الاستثماريه دي ادرس هل ال 100000 اللي هيجوني السنه الجايه قيمتهم 100000 زي دلوقتي وانا بتكلم؟ لا طبعا مش نفس ال 100000. لو جاني انا 100000 السنه الجايه قيمتهم بتكون ليهم قيمه حاليه غير القيمه السنه اللي فاتت، طبعا هتكون اقل منها السنه اللي فاتت. ال 100000 اللي هيجوني السنه الجايه من الاستثمار في المشروع ده هيكون قيمتهم السنه الجايه اقل من قيمتهم دلوقتي. وبالتالي لازم وانا بعمل استثمار بتاعي احط جزئية التضخم علشان مبقاش انا يعني ضيعت على نفسي فرص استثمارية او دخلت في استثمار غلط. تعالوا بشكل اخير نعرف الاستثمار. بقول الاستثمار عبارة عن التخلي عن استخدام اموال حالية ولفترة زمنية معينة من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل، تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للاموال المستثمرة، وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للاموال المستثمرة، ده بسبب التضخم مع امكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة. وطبعا بنقول ان الاستثمار ممكن يكون في مشروعات جديدة زي ما قلنا، او مشروعات استكمال، وهي نكون ان انا عندي مشروع اساسي وابتدي اضيف لي طاقة انتاجية او استخدم الطاقة الانتاجية بـ 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 بشكل اكبر.
او يكون عباره عن مشروعات احلال وتجديد، لما بقول ان انا بجيب الات احدث سواء للالات التالفه او لالات لتحسين الكفاءه الانتاجيه للمشروع. طيب الاستثمار انواعه ايه؟ احنا اتكلمنا من شويه عن حاجه استثمار حقيقي واستثمار مالي، خلاص ده مش هنتكلم عنه دلوقتي. طيب في نوع تاني بقول عليه استثمار طويل الاجل واستثمار قصير الاجل. الاستثمار طويل الاجل وده طبعا بيكون شكل بياخد شكل سندات او اسهم، وده طبعا بقول عليه استثمار راس مالي لانه بياخد وقت طويل نوعا ما. لكن الاستثمار القصير الاجل ده بقول ان هو انا بستثمر في اوراق ماليه بتاخد شكل اذونات خزانه، بتاخد شكل شهادات ايداع، وده بقول عليه استثمار نقدي. يبقى الاستثمار نوعين، استثمار طويل الاجل واستثمار قصير الاجل. طويل الاجل بقول عليه استثمار راس مالي، قصير الاجل بقول عليه استثمار نقدي. في طبعا استثمار مهم جدا ابتدت الدول تركز عليه في الفترات الاخيره وبقول عليه استثمار بشري. يبقى عندنا نوعين من الاستثمار، استثمار مادي او استثمار حقيقي اللي احنا اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت دي كلها، وفي نوع تاني من الاستثمار بقينا بنسمعه دلوقتي وهو الاستثمار البشري. وازاي استقدر استثمر في العنصر البشري لانه عنصر مهم جدا من عناصر التنميه الاقتصاديه في المجتمع، وده بيكون من خلال التعليم او التدريب وتحسين كفاءه العنصر ده، وازاي ان انا اقدر اقدم له طول الوقت افضل الخدمات. استثمار مهم برضو ابتدت الدول تركز عليه في الفترة الأخيرة هي الاستثمار في مجالات البحث والتطوير، وقلنا ده مهم جدا لأن أنا أقدر كدولة من خلال الوحدات البحث والتطوير اللي عندي أقدر أقدم أفضل الاستثمار وأفضل الطرق، وأقدر أساعد على زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وأقدر أوجد طرق جديدة في الإنتاج. ده الجزء اللي اتكلمنا فيه النهاردة عن دراسة الجدوى. ان شاء الله المحاضرة بتاعتنا هتكون الاسبوع الجاي، وهتكون عبارة عن هنكمل بعض الاجزاء وهنبتدي ناخد عن دراسة الجدوى، وهنبتدي ناخد الفصل الاولاني من الكتاب، وهيكون الفصل الثاني من الكتاب، وهيكون عن دراسة الجدوى المبدئية. وان شاء الله اشوفكم المحاضرة الجاية وتكون حضور مش اونلاين. شكرا يا سنة رابعة، واتمنى اشوفكم بخير الاسبوع الجاي. شكرا.